الولاد والبنات كبار كمان مستحيل ياكلوا حاجه هم شايفين ان طعمها مش حلو او مش مرضي ليهم. عشان كده بنبذل اقصى مجهود عشان اوفر لبناتي اكل بيتي سليم وفيه كل المكونات الغذائيه المطلوبه وفي نفس الوقت طعمه حلو ويشدهم عن اكل بره. وده اللي خلاني اعتمد حتى ان انا بقيت بطلع وصفات اونلاين واعمل الاكل بطلت اعمل حتى العيش والمخبوزات في البيت. وفي نفس الوقت انا مدركه انه دي رفاهيه او في تحدي كبير لانه عشان اي ام تقدر تكرس وقت ومجهود وتخطيط عشان تقدر تحقق ده وارد انه في الاول يبقى صعب. لازم تاخد قرار تقول انا لازم لما يبقى عندها وعي تقول انا هعمل 1 2 3 تبدا تحط خطه. مع الوقت هتبدا الخطه دي تحصل تبقى جزء من الروتين الطبيعي بتاعها. فهي بس نبذل شويه مجهود في الاول لحد ما نكتسب العادات السليمه. وفي برضو فكر خاطئ دايما لما بنفكر في التغذيه السليمه او انه الاكل يبقى فيه كل العناصر الغذائيه انه دايما بنفكر بروتين. وبروتين لما بنفكر بروتين في مصر بنفكر في اللحمه والفراخ والسمك. وطبعا احنا عارفين انه مش كل الناس عندها المقدره ان هي تجيب بروتين حيواني بشكل يومي. واصلا ده اصلا حتى عالميا ما بقاش مستحب